مضاد للحب من 3 حروف، كره. ولا أقولك خليها حقد. ايه رئيس دولة تاجونا. فين تاجونا دي؟ ايه الخبر ده؟ فنان العالم يرسمون البسمة في مستشفى 57 3. 57؟ هي الناس دي ايه؟ ما بتشبعش فلوس؟ انا لازم احبك لهم موضوع من اياهم، بس الاول اطب عليهم واخد كام صورة للعيال بجد وهم في المستشفى مرميين على الارض، بدل صور التمثيل دي اللي في المستشفى، عشان الموضوع يولع. من العم بهزان هيولعها ويشعللها دلوقتي، يروح المستشفى ويقول لهم كلمتين يوقف فيهم المراكب السايرة. ما تقلقش، بهزان ما بيتوفاش، ده عاوز جنازة ويشبع فيها لص، ومش هيلاقي حاجة يشبط فيها احسن من كده. شو قلت لكم الحقد ده ابني؟ وانا اللي مربيه. ايه ده؟ مستشفى دي ولا مدينة ملاك؟ هما سايبين العيال تلعب وما بيعالجوهمش؟ لو سمحتي يا استاذة. افندم. حضرتك بتشتغلي هنا؟ انا نبوية اخصائية اجتماعية. انا شايف الاطفال بتلعب ومفيش علاج، مش دي برضو مستشفى يا استاذة نبوية؟ الطفل المريض بيتعالج هنا بطريقة علمية سليمة، بيراعى فيها حالته النفسية، عشان كده دي فقرات ترفيهية للأطفال اللي بياخدوا الجرعات الكيماوية على فترات طويلة، يعني الطفل بيقضي وقت جميل في الألعاب دي لحد ما عاد جرعته، عشان كده الأطفال بتحب المكان. غريبة، أطفال بتحب المستشفى؟ طب بعد إذنك يا أستاذة نبوية أدخل أخد كام صورة جوه. شايف ان بهزام بتاعك ده مش ناوي يعمل حاجة، وشكله كده هيغير رأيه. يغير رأيه ازاي؟ ده موضوع يهمه. حكم بهزام ده متربي على الدايرة، ده مفيش عال خد جايزة غير لما قال عليه دفع فلوس، مفيش مشروع نجح غير لما قال عليه ده تمويل اجنبي، ومش هيسيب مشروع زي ده ينجح كده من غير ما يجيبه الارض. انا حاسس كده انك انت اللي هتجيبنا الارض. ايدك على ايدي، شوف وصلنا لايه، شوف سهر ليالينا، بذرة راحت ايه، حلم واتحقق، فجر نور شقشق، قلبنا بيعشق حلم لو يمشي، حلم ود...
بتتحقق فجر نور شقشة قلبنا بيعشق حلمنا ويمشي هات ايدك على ايدي شوف وصلنا لإيه